صحتنا من سحر وترعيش ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال وش راكم لاباس؟ نعم إذن عمو يزيد يرحم بكم في هذه الحصة الجميلة اللي تحبوها نعم مرحبا بكم وانتم كذلك يا أطفال راكم تشاهدوا فينا إلا حبيتوا تجوا تحضروا معنا كذلك في حصة مع عمو يزيد ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك فقط يا أطفال لما تسجلوا عبر الإنترنت عليكم بشوية على الصبر باش تجوا تفرحوا معنا لأن التسجيلات كثيرة وقال الأطفال حابين يجوا يحضروا في حصة مع عمو يزيد وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل إذا كان معتاد دائما نتكلموا على أيام عالمية ودولية ووطنية كذلك اللي تفيدنا في هذه الفترة هذه كاين يوم عزيز علينا جدا هو يوم العلم شكون يقدر يقول لي يوم العلم نسبة لمن؟ نسبة لمن؟ واسمك وليدي؟ شين عبد الرحمن وين تكون عبد الرحمن؟ عين بسام في عين بسام الله يبارك ولاية بويرة ولاية بويرة نعرفوها عين بسام تروح تسلمنا عليهم كامل ها؟ نعم يا أخي نعم الله يبارك نسبة لمن يوم العلم؟ 16 أبريل 16 أبريل ونسبة لمن؟ وش هي المناسبة؟ هو حقيقة يوم 16 أبريل برافو برافو وش هي المناسبة؟ المناسبات واسمك ولدي؟ شريف حسن بن عبد الصبور بن عبد الصمد؟ عبد الصبور بن عبد الصبور الله يبارك الله يبارك وين تسكن بن عبد الصبور؟ سوقر ولاية تيارت سوقر ولاية تيارت الله يبارك الله يبارك شحال رقم الولايات يا 14 الله يبارك الله يبارك وليدي إذا النسبة هي نسبة لي؟ لبن باديس لي؟ عبد الحميد بن باديس عبد الحميد بن باديس برافو برافو وليدي برافو بن عبد الصبور برافو ولكن هذا التاريخ 16 أبريل هو ذكرى واش؟ هو ذكرى وفاة العلامة عبد الحميد ابن باديس هو اللي كان رئيس جمعية العلماء المسلمين يا أخي يا أطفال عندي مفاجأة لكم من بعد عندي مفاجأة لكم من بعد جميلة جميلة جدا وفي هذه الفترة هذه كذلك يوم 16 أبريل كان يوم عالمي مهم هو ضد استعباد الأطفال هو ضد رق الأطفال سي لا جورني انترناسيونال كونتر ليسكلافاج دي زونفون على بالكم يا اطفال باللي كاين مجتمعات وين الاطفال تستعبد كاين العبوديه وحنا في ديننا الحنيف وحنا كجزائريين وكامل ننبذ كل انواع الرق كل انواع الاستعباد يا اخي الناس خلقوا ليكونوا احرار يا اخي يا اطفال اذا توقفوا اليوم باش ندوا بهذه الظاهره اللي هي رق الاطفال واش رايكم دركا نقول لكم لغز اليوم تحبوا الالغاز اذا كما عودتكم عمو يزيد كل بدايه الحصه عندكم لغز انتوما واطفال واصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا كذلك يقدروا يشاركوا في الاجابه عن اللغز بهذه الطريقه هذه انت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع اجل اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املا الاستماره ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هديه قيمه مهداه من طرف شركه اجل 15 سنه في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصه الماضيه يظهر اسفل الشاشه مبروك عليك الهديه اذا لغز اليوم يقول اضع اسناني بين اسنانك من انا اللغز اليوم يقول أضع أسناني بين أسنانك من أنا؟ عبالي بلي شاطرين فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأصدقاء اللي راهم يشوفوا فينا وأنا باش نلحقوا الجواب عن اللغز كلفنا إيناس بهذه المناسبة عبالكم يا أطفال يوم العلم مهم جدا
وكنا في يوم العلم الماضي في حصة مع عمو يزيد كنا درنا نبدا تاريخيه عن العلامه عبد الحميد بن مديس، وهذه المره حبينا نعرفوكم عن علامه اخر اللي هو الشيخ محمد البشير الابراهيمي رفيق درب عبد الحميد بن مديس، راح نتعرفوا عليه مع ايناس. مساء الخير يا اطفال. اليوم تنحكيكم على حياة محمد البشير الإبراهيمي من أعلام الفكر والأدب في العالم العربي، وهو رفيق النضال لعبد الحميد ابن باديس في قيادة الحركة الإصلاحية الجزائرية، وكاتب تبنى أفكار تحرير الشعوب العربية من الاستعمار وتحرير العقول من الجهل والخرافات. ولد في 14 جوان 1889 في أولاد إبراهيم ولاية برج بوعريريج. تلقى تعليمه الأول على يد والده وعمه فحفظ القرآن. غادر الجزائر عام 1911 إلى الحجاز وتابع تعليمه في المدينة، وغادر الحجاز عام 1916 قاصدا دمشق حيث اشتغل بالتدريس. في عام 1920 غادر الإبراهيمي دمشق إلى الجزائر وبدأ بدعوته إلى إصلاح ونشر التعليم الديني في مدينة سطيف. وفي عام 1924 زاره ابن باديس وعرض عليه فكرة إقامة جمعية العلماء، وبدأ تأسيس الجمعية، واختير إبراهيمي نائبا لرئيسها، وبدأ ببناء المدارس الحرة، وكان يحاضر في كل مكان يصل إليه، وقد امتد نشاطه إلى تلمسان. وفي عام 1939 كتب مقالا في جريدة الإصلاح، فنفته فرنسا إلى أفلو. وبعد وفاة ابن باديس انتخب رئيسا لجمعية العلماء، وهو لا يزال في المنفى، ولم يفرج عنه إلا إلى عام 1943، ثم اعتقل مرة ثانية عام 1945 وأفرج عنه بعد سنة. وفي عام 1947 عدت مجلة البصائر للصدور، وكانت مقالات إبراهيم فيها على قد من البلاغة والصراحة والنقد القاضي لفرنسا وما يسميهم علماء فرنسا. عاش الإبراهيمي حتى استقلت الجزائر، توفي في منزله يوم 20 مايو 1965. برافو 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 إيناس، برافو. إذن جمعية العلماء المسلمين جمعية كانت مهمة، كانت عندها أهداف، أهدافها كانت تعليم الشعب، تحارب الخرافات، لأنه في هذاك الوقت كانوا الجزائريين محتلين من طرف الاحتلال الفرنسي. إذن كانت الأقلية من الجزائريين اللي كان عندهم الحق في التعلم، معظم الجزائريين كانوا ما يقراوش. إذن هذه الجمعية هذه جات حتى تعلم الشعب، إذن داروا مدارس حرة، داروا يعني كان عندهم أهداف لتعليم الشعب وكذلك محاربة الخرافات. كذلك عمو يزيد دالكم مفاجأة، المفاجأة هي أغنية اسمها 16 أفريل يا فرحي بلقياك. يا أخي هنغنوا 16 أفريل مع بعض يوم العلم بن باديس يا علامة. يلا كمل معنا. أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك، 16 أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك.
بمبادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة تحرقي الدين الظالمة وتنور بالظلام وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام بمبادس يا علامة كنت شمعة يا إمام تحرقي الدين الظالمة وتنور في الظلام وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام 16 أبريل يا فرحي بلقياك 16 أبريل يا فخري بذكراك يا ذكرى العلامة يا معزة بلادي ديريك الحمامة روحي ولينا عودي والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي يا ذكرى العلامة يا معزة بلادي ديريك الحمامة روحي ولينا عودي والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي 16 أبريل يا فرحي بلقياك 16 أبريل يا فخري بذكراك برافو 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 اذا 16 أبريل يا ذكرى العلماء يا معزة بلادي يا اخي طيرك الحمامة ولينا روحي ولينا عودي ورجعي وعيدي التاريخ لاولادي اذا يا اطفال مهمتنا احنا ومهمه اولياءكم وكامل اننا نعيد لكم تاريخ الوطن تحبوا تاريخ الوطن برافو 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 انا نقول تحبوا العاب الخفه تحبوهم اذا كامل معايا نعيطوا العم مراد اللي جانا مدينه بليده مرحبا عم مراد عم مراد تفضل عم مراد تفضل عم مراد تفضل السلام عليكم يا اطفال اليوم تشاركونا الفرحة؟ نعم ما نسمع والو واو وشنو هذه الجزر هذه صوره تاع الجزر انا شحال نحب الجزر على بالكم يا اطفال الجزر عندكم ليش مليح ليش مليح يا اطفال تقدروا تقولوا لي وش فيه يقولوا لي هيا قولي لي ديا للعينين الجزر مليح للعينين تحبوا الجزر تحبوا الجزر حتى انا نحب الجزر مالا نخبيوها نعم عبيكم على عند
هذه صديقي أرنو متاع الجازة. نعم نحطوها هنا بس عسوها ردوا بالكم ما ايه نحطوها هنا يا شوف نديروها هنا هلا مش بيشوفهاش ونحطوها هنا يا. عسوها ايه نعيطوا له عيطوا له أرنوب أرنوب تعال يا ستوثة ها أرنوب شتو أرنوب من فصيلة الأرانب نعم أرنوب من فصيلة الأرانب إيه ويحب الجازة يحب الجازة بزاف بزاف بصح على بالكم بلي يدخل بالكم ردوا بالكم ما عسو جزر عسو أرنوب بالكم ما شوفوا مليح نحطوه لهنا إيه على بالكم مرة يا كوكو شافيه شفوا عليه صح شوفوا مليح نقلبوه كامل نخلوه غير واحدة باش نعاونكم بس كلو كان ثلاثة نعم لي ما تصيبوش وراء أرنوب على اليمين ولا على اليسار على اليمين على اليسار نشوفوا منا شدوا هرب لكم ما معليش هسنا نقصوا وحده حطوا هداي عسوها هذه المره بلاكم ورا منا ولا منا 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 هدي لعبها لكم ما استنى بس انا وشو عسوا هذه المرة وراهم او هنا هرب لكم شتو قلت لكم عسوا بصح ويا هل ترى وراهم يا حي ما تزيدي ليش وقع لك الانجازة يا أطفال أنا نحب الصور تاع الأرانب شابين حلوين هاي عندي صورة تاع الأرنب أرنوب هنا كي كان صغير شتو كي كان صغير شحال كان شباب يا بصح هاد الصورة شتوها واش خصت هاد الصورة واش خصها جازار هنا كان بيبي مسكين هنايا ما ياكلش الجازار واش خصها الالوان ربي صفقوا عليها تستاهل تصفيقه شتو العاب الخفه تعلمكم الانتباه باش تنتبهوا شتو هذا هو الكادر تاعو هذا هو الاطار اللي داير فيه الصوره بصح لازمنا احنا لازم نعاودوا نرجعوا له الالوان تاعو ايه هاي نحسبوا كامل كيف ايه واحد اثنين شكون ما حسبش معانا شكون ما حسب حسبتي تيا يا مش حشبة هيا نعاود حسبي يا هكا ولا شبابة شكرا يا أطفال برافو 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 عجبكم عمو مراد اذا يا اطفال عمو يزيد راح يحكي لكم كالمعتاد حكايه الطفل والبطيخه يلا كمل معايا يا اطفال كما وعدكم مقبله راح نحكي لكم حكايه الطفل والبطيخه واحد النهار كان واحد الاب مع وليده راحوا للسوق والاب نتاعو شرى بطيخه هذيك البطيخه كبيره شويه وقاعد رافدها ومن بعد وليده
ألح على الأب نتاعه وقال له يا بابا أعطيني نرفدها أعطيني. قال له يا ولدي صغيرة كبيرة عليك ما تخدش. قال له لا 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 أعطيني أنا نرفدها. شفتوا كي يكون طفل هكذا كي يحب يرفد حاجة أعطيني نرفد حاجة أعطيني. ومن بعد أعطاله كي ألح عليه أعطاله البطيخة هذيك يرفدها. رفدها كانوا طالعين هكذا في الدرج. بعد كي طلعوا في الدرج تحت لهذاك الطفل تحت له البطيخة من يده. والده واش قال له؟ قالوا لا 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 تقلق يا ابني. هو خاف باباه يزقي عليه كامل بصح قال له لا لا يا ولدي ما تقلقش لانه هذه قوه الجاذبيه هي اقوى منا كلنا هي اللي جبدت البطيخه نحو الاسفل تحت. اي خلاص راحوا من بعد اسابيع من بعد راحوا ثاني مره ثانيه للسوق اشترى الاب ثاني بطيخه اخرى. طالعين للدار هكذا بعد ولدي قالوا اعطيني اعطيني بابا اعطيني نرفد البطيخه هذه اعطيني نرفد الدلعه هذه. قال له كبير عليك. قال له لا لا معليش معليش. بعد عطاها له رفدها جاو طالعين للدار هكذا عاود طاحت له مره ثانيه. طاحت له مره ثانيه واش قال له بابا؟ هو عم بال بابا راح يزقي عليه راح يقول له رد بالك وكامل. لا لا قال له لا تقلق يا ابني لان هذه قوه الجاذبيه اقوى منا كلنا هي اللي طيحت البطيخه. راح وقت هكذاك ومن بعد المره الثالثه كذلك راحوا شراوا بطيخه ولا شراوا بطيخه ثاني طاحت له. وباباه ما تقلقش قال له يا وليدي ما تقلقش هذه قوة الجاذبية هي اللي أقوى منا كلنا هي اللي تجبد البطيخة نحو الأسفل. هذاك الطفل هذاك من بعد كيكبر كيكبر وكامل في كل مرة يشري بطيخة تطيح له لأنه في الذهن نتاعه أنه البطيخة راهي تطيح لأن الجاذبية أقوى منا كلنا وهي اللي راهي تجبدها نحو الأسفل. عمو يزيد عمو يزيد نستخلص من الحكاية أنه يجب أن نزرع الثقة في أطفالنا. برافو 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 بوبي. يجب أن نزرع الثقة في أطفالنا. لازم تقول له لا لا يا وليدي رد بالك المرة الجاية تقدر ما تخليهاش تطيح. لازم ترد بالك علاش طاحت لك وكامل. ما لازمش لا مبالاة. تقول له معليش معليش يا وليدي فشلت في الامتحان لأن كاع الناس تفشل. لا لا لازم تزرع فيه الثقة. لازم الطفل تبين له باللي يقدر يدير عدة أشياء باللي يقدر يرفع التحديات باللي يقدر يقرأ أحسن يقدر ما حاجة تطيح له يقدر المرة الجاية ما تطيحلوش. حتى الطفل لازم يتعلمها. نقول له باللي لازم يتعلم. ما لازمش نقول له لأنك ما تعرفش تدير هذا الشيء لأنه معلش عادي بزاف الناس ما يعرفوش. لا لا دائما لازم نزرع الثقة في أطفالنا يا اخي اطفال. يلا يا اطفال لحقنا دركا الروك اللي تجوا لهنايا تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي تعالي اروحي اروحي اقعدي هنا. واسمك بنتي؟ فريال. وين تسكني فريال؟ في قهوه شرقي. قهوه شرقي برج البحر هذه؟ نعم. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. كان واحد الخطره كان واحد الطفل كان كان أبي قال له تعال معي نشرو الجزر. من بعد هذاك الطفل بابا كي راح مع الطفل راح مع بابا كان رايح يشري الجزر. من بعد كي كان رايح يجبد الدراهم ما صابهمش. هذا ممكن. خلاص وين راحوا ذوك الدراهم؟ سرقهم سرقوهم. سرقوهم. برافو برافو. تعالي 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 أروحي. واسمك؟ شيماء. وين تسكني شيماء؟ بوليو. في بوليو الحراش يعني. خيار ناس خيار ناس. احكي لنا بنتي النكتة تاعك. كاين واحد النهار استاذة قالت للتلاميذ ارسموا كامل عصفور. جح فنيا ما حبش يرسم. بعد صفقت استاذة قالت له بغض كامل على الصفوف كامل رسمه وصل تاع جحا. قالت له وراه العصفور تاعك؟ قال لا انا رسمت عصفور شبا انت صفقتي هو هرب وطار. برافو 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 برافو. يا اطفال لحقنا دركا الجواب عن اللغز. اضع اسناني بين اسنانك. من انا؟ شكون يعرف؟ واسمك بنتي؟ الاسنان. واسمك؟ ليليا. ليليا وين تسكني؟ في باب أحسن. في باب أحسن. وش هو الجواب؟
فرشاة الأسنان. فرشاة الأسنان عرفتوها كامل وقيلة. برافو برافو برافو. تعالي ليليا تعالي 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 ليليا، أعطيني الهدية تاع الشابة هذه. روحي بنتي. إذا ليليا، حنا الشاطرين اللي جاوبوا على اللغز نعطوهم هدية، هو كأس باش تشربي فيه الحليب والماء والعصير كذلك يا أخي. برافو بنتي. وسيدي عمو يزيد من حق الطفولة فيه 22 أغنية إن شاء الله تستفادي بهم يا أخي. فوالا بنتي، بصح عليك بصح عليك. العفو. الحقنا درك الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد العالي، 7 سنوات. التحق بي عبد العالي، تعال تعال تعال. إذن احنا راح نغنوا لعبد العالي عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع عبد العالي وحنا نغنوا له. يلا التحقوا بي نغنوا لعبد العالي كامل. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح نغني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح نغني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، زوج، واحد. برافو 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 برافو. إذن عبد العالي عمو يزيد يهدي لك شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل، وانتم كذلك كامل كما راكم غير تخرجوا راح تسيبوا الشهادات تاعكم في انتظاركم. تفضل وليدي. وعبد العالي بما أنك جمعت 5 قسيمات من علب حليب رامي وبعثها لنا، اخترناك اليوم باش تحتفل بعيد ميلادك، ورامي ممول الحصة يهدي لك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. وانتم تاني يا أطفال برافو، انتم تاني يا أطفال اللي حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عمو يزيد، ما عليكم إلا تجمعوا 5 قسيمات من علب حليب رامي وتبعتوها لصندوق بريد 42 ألف ستوالي بالعاصمة. مرحبا بكم يا أطفال. أنا كذلك ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في على 5 تاع العشية نهار 3. نحبوكم يا أطفال. لا تحزن وحان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.